احنا اغلقنا مؤقتا ملف البطوله الافريقيه لحين موعد مباراه النهائي ان شاء الله، بس ما اغلقناهوش قوي يعني، برضه اكيد برضه في مساحه كافيه ان احنا نتكلم مع حضراتكم برضه في اطاره، ولكن احنا حاليا بنستعد للمنافسات المحليه مره ثانيه. عندنا اربع مباريات مهمين واقوياء، هنتكلم في كافه هذه التفاصيل مع كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في الاستوديو. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. بونجور جدا. بونجور عليكي. الجميل في كابتن عادل كل ما ينورنا بيبقى فيه تفاؤل وبيبقى فيه ثقه ورا التفاؤل دي. قلنا مع حضرتك وحضرتك كان ليك كذا تصريح، ولما اتكلمنا عن الذهاب والاياب وقلت حضرتك هنكسب، ولما قبل الهوا هنا دلوقتي بسال حضرتك البشاير ايه قلت لي هنكسب ان شاء الله طبعا، ولكن هي مباراه اكيد مش سهله، فريق مش متوقع، عندنا ماتشات كتيره جدا لسه في الجدول، بنتكلم حد وخميس حد وخميس، اخرهم هيبقى يوم 11 مصر منقصته، ونتمنى ان هو يؤجل. خلينا نبدا من هنا، حضرتك وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ طيب يعني هو مفروض يعني كاتحاد كوره هدفه تطوير الكوره وسمعته في افريقيا، وكل ما في نادي في مصر بياخد بطوله افريقيه يوصل كاس عالم انديه، ده ما فيش شك انه بيرفع من قدر اتحاد الكوره من رصيده اللي هو رصيد الانديه بتاعته. وبالتالي لما يبقى النادي الاهلي رايح علشان ياخد في خلال موسم واحد ياخد اتنين افريقيا، دي ما حصلتش قبل كده في التاريخ، لم تحدث. فانا الاخ احمد مجاهد، مهندس احمد مجاهد، الاخ والصديق العزيز، يعني ماتش زي ده المفروض يوم 11، ابسط حاجه انه يسعد الجمهور ويريح اللعيبه انه الماتش ده يتاجل ويتضغط زي ما احنا مضغوطين قبل كده، كنا مضغوطين قبل كده ضغط غير طبيعي. ما انا دي النقطه اللي كنت هكلم حضرتك فيها، ان ده ما كانش حاصل قوي قبل كده، كان في فتره من فترات النادي الاهلي بيطلع من مباراه على مباراه محليه على قاريه على افريقيه على حتى دوليه ايام كاس العالم للانديه. فهل النوع ده من الامور المفروض يراعى الفتره اللي جايه؟ شوفوا انا عايز اتكلم عن الموسمين شويه وبعدين في خلال كلامي هجاوب على السؤال. خد راحتك. تمام. احنا دايما كنا بنقول الموسمين واحنا بنقيمه، اي واحد اشتغل في المهنه ديت يعرف وهو يعني مش مدرب بيقيم مدرب، لكن بيبقى فيه حاجه اساسيات في الشغل بتاعنا، زي مهندس بيبني عماره يحط اسمنت في حاجات معينه كده تتحط عشان العماره تقف. كذلك في التدريب الراجل ده من يوم ما جه دخل على معترك قوي جدا، انت رايح الوداد رايح جاي، بتروح تكسب الوداد وبتضغط على الوداد اللي كان الاعلام كله عامل رعب لفريق النادي الاهلي الوداد وهنحصل وهيعمل، الراجل راح بقلب زي الحديد. أيوة. وكسبنا البطولتين، كسبنا الماتشين ثم كسبنا الزمالك وخدنا البطوله. ما عملش فتره اعداد، ما اختارش اللعيبه، اللعيبه عارف اساميها لكن ما يعرفش امكانياتها لانه ما نزلش معاهم في التدريب. وبالتالي المدرب علشان يحكم عليك او عليا لازم من خلال التدريب يعرف امكانياتي ايه. دخلنا بعد كده على المحلي ثم دولي ثم افريقي، على طول كل 48 ساعه 72 ساعه سفر لعب سفر لعب. طبعا حصل انه احيانا كان يتقال من بعض يعني مش عايز اقول الناس اللي هم يعني مش كويسين، يقول لك الاداء. اداء ايه؟ ده انت لما بتروح مشوار بعربيتك وتقعد شويه في العربيه بتتعب. طب فما بالك لعيب عايز يركز 90 دقيقه في المباراه في التدريب في ليله المباراه، انت لو وراك شغل تاني يوم بتنام ما بتنامش، فما بالك يبقى عندك ماتش وماتش مهم طبعا وبطوله. فكل الضغوط دي كانت موجوده على الراجل. وبعدين ابتدى في فتره الحقيقه ابتدى يعرف اللعيب عن قرب، فيعرف ده امكانياته ايه، الراجل ده محتاج تصليح في ايه، الراجل ده بالنسبه لتحركاته ايه، ابتدى يبقى عنده فكره كامله عن كل لعيب، وادى لعيبه فرص كتيره وما اداش الا اللي هو يعني في نوع شويه لسه مش عنده فكره عنه الفكره الكامله. دخل وصبر على لعيبه كمان، وصبر على لعيبه كتير جدا. الراجل ده في ماتش الترجي اللي فات، ان الحاجات كده بتفوت كده سهله، اللي حصل قبل الماتش وشفنا الشماريخ والغاز والحاجات دي، اي لعيب في الدنيا لازم يحصل له، لولا ان الراجل فضل ربنا الاول ثم العلم، ان ربنا قال اقرا، فالعلم بيقول ايه؟ بيقول ان انا جسمي واعصابي كلها مرهقه، لازم اخد اجازه
بعد الماتش السوبر اخد اجازه كافيه وابعد بعد كامل عن كره القدم لمده 6 ايام علشان الجسم يبقى فيه طاقه ان انا اقدر اطلعها، يبقى فيه نوع من انواع التشوق للكوره، الضغط العصبي والعضلي اللي عليا يبتدي استرجعه، الطاقه اللي جوايا اللي ربنا اداها لنا، الطاقه اللي جوايا دي علشان استرجعها لازم يبقى فيه فتره راحه، وفتره الراحه دي من واجبات التدريب. يعني لازم بعد مباراه فيها حمل كبير تاني يوم لازم يبقى فيه راحه، والا يعني ربنا كان خلقنا حديد. صحيح احنا مش مكان، وفي نفس الوقت شفنا انعكاس الراحه دي على اللعيبه والاداء حتى بدنيا وعلى المستوى اللياقه، يعني شفنا كل ده وانعكاسات ايجابيه جدا. شفت هوند الهدوء اللي كان مع اللعيبه بعد الغاز اللي شافوه وشموه، ثبات انفعالي اكثر من يعني بشكل محترف جدا. الراجل برضه من ضمن الحاجات الكريم اللي لفتت نظري قال اللعيبه قبل المباراه بتاكل قبل الماتش بثلاث ساعات علشان الاكل يبقى فيه مخزون مع العصاير اللي بياخدوها علشان لما ينزل المباراه يبقى واقف على حيله. فلما الماتش يتاجل ساعه كمان ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيبقى محتاج طاقه ثانيه. فالطاقه دي كان هياخدها فين؟ ومفيش مطعم ولا في حاجه ممكن هو يديها له. فطبعا دي برضو فرقت. ومع ذلك هنبص نلاقي بدايه المباراه الاستحواذ الخطوره، بس عفوا هنا كابتن عادل هي فرقت معانا بشكل ايجابي، ده معناه ان اللعيبه بدنيا وعلى المستوى اللياقه وفي نفس الوقت التغذيه كانوا اكثر من رائعين. لكن بصراحه برضو الحق يقال على الصعيد الاخر احنا شفنا فيه اجهاد من الفريق الاخر، فكان واضح جدا. يعني انا كنت بقول ليه نهاوند ان احنا هنكسب، لانه فريق الترجي طلع من الكاس وصل للمرحله ديت بعد ايه؟ المولودية كسبانه 2-0 في الجزائر، وهو اتعادل معاه 2-2 بالعافية في تونس. أيوة صحيح. وكسبه بضربات جزاء. الحالة المعنوية والتدريبية بتاعتهم مش كويسة. في حين ان احنا كنا في مرحلة صعود ثم هبوط ثم في مرحلة صعود تاني، احنا دلوقتي في مرحلة صعود. فمرحلة صعود دي ادتني مؤشر ان احنا هنكسب الترجي هنا وهنا. فالراجل حتى في تغييراته بيوصل رساله للعيبه، ودي برضو حاجه يعني ناس قليله قوي اللي بتفهم فيها. انا وانا بحط التشكيل اللعيبه بتقتنع بفكري، انا نازل اهاجم ولا نازل ادافع. فلما يكون في ماتش التراجي في تونس والعب بثلاثه مهاجمين طاهر وشريف وصلاح وشريف، بلعب بثلاثه مهاجمين فين؟ في تونس في ترجي بكل الناس مرعوبه من الترجي، دي بتدي رساله للعيبه ايه؟ لا ده انا نازل علشان هاجم وامن الدفاع. فاللعيبه وهي بتسمع التشكيل منه في المحاضره على طول بيجي في ذهنها الراجل ده بيشتغل ازاي والراجل ده ثقته فينا ايه. لما تلاقي الاستحواذ في تونس انت كنت بتعمل كانك تقسيمه صحيح، وبعدين انت اجهدتهم الشوط الاولاني عمليه بيجروا ورا الكره باستمرار، فالجري ورا الكوره انت مش بتتعب بس هو بيتعب انه عايز يستحوذ عليه وعايز يجيب نتيجه. طب فانت برضو هناك جبت جول وكان ممكن تجيب 3 4 جوال. تغييراته كانت تغييرات طبعا اكثر من رائعه. ده بالنسبه للماتش الاولاني. الماتش الثاني يمكن احنا في البدايه انا باخد عليه حته صغيره جدا اللي هو كان عامل سيناريوهين، ان الترجي هينزل يضغط علينا، فلما ينزل يضغط عليك ما تبتديش من تحت، لانه كان بيضغط مجموعه كبيره قوي. كان ممكن جدا يبقى عمليه بدايه الهجمه تبقى في الثلث الثاني، يبقى الشناوي لما يمسك الكوره يديها مثلا لقفشه او يديها لعلي معلول بس ما يديهالوش تحت، يديها له فوق شويه. هي دي برضو يعني، انما الحمد لله الضغط اللي كان علينا بس ما كانش فيه الخطوره. ثم الجمله اللي اتعملت وبرده من ضمن الحاجات اللي الراجل ابتدى يشتغل عليها انه ابتدى يعمل جمل. انا هوانت بيعمل جمل. الجول الاولاني شفنا الكوره بتتلعب وبعدين طاهر كان فين؟ كان جناح، كان راس حربه اتعملت له بقى هو الجول. فطبعا الكلام ده كله مع ضربه الجزاء اللي هي كوره فيها شرعيه، ان انا لما انفرد بالجول وحد يمسكني بيطرد وتبقى ضربه جزاء، ما خدناش حاجه مش من حقنا. لا ده ضربة جزاء اثارت جدل برضو وقتها، في ناس قالوا ان ده كده يعني عقوبه مضاعفه، بس بعد كده بقى في تقبل لفكره ان لا كان في تعمد فبالتالي اللي حصل ده قانوني مليون في الميه. ما هو فكره الطرد يعني
ما فكرة الطرد القانون بيقول 1-2-3 الراجل عمل 1 و2 و3 ما يطردش. لا لا صحيح، واحنا عرضنا ده امبارح، عمل 1 و2 و3 يعني مسك وعرقا وانفراد، يعني الحكم لو هو يعني هيروح فين من ربنا مش محتاجه فار يعني. طيب ممكن بقى نروح لكايزر تشيفز، لان لسه في كلام كتير كابتن عادل عايزين نروح حضرتك فيه ونفهم دلوقتي. هذا الفريق هو يعني خرج يمكن اول مجموعتنا سيمبا وخرج الوداد وغير متوقع في ادائه، وفي نفس الوقت فريق ما يستهانش بيه ابدا، دي حاجه، وده كان كلام كمان كابتن سيد عبد الحفيظ. الحاجه الثانيه بنتكلم فيها خط هجوم وخط دفاع رائع، وفي نفس الوقت الهجمات المرتده بتاعته حلوه، حارس المرمى عنده يمكن محتاج شويه تركيز، يعني احنا بنتكلم عن نقاط القوه والضعف، ففريق اكيد احنا كموسيماني درسه كويس جدا وجاهز كويس جدا ومحضر كويس جدا، بس خلينا نفهم من حضرتك وننقل الصوره برده للجمهور كايزر تشيفز تحديدا عايزين نتكلم عليه. والله هي فرقه تكتيكيا قليله جدا، يعني هو ما عندوش استحواذ، انما عنده هجمات مرتده بيعملها، الراجل ناحيه اليمين اشول تتلعب له يروح واخدها ويروح عاملها عكسيه، ما عندهمش غير دي، انما تكتيكيا وتنظيميا في خط ال 18 عشوائي. السرعه يمكن في واحد اللي هو الحريف قوي ناحيه الشمال، السرعه يمكن الراجل اللي هو السربي اعتقد هتلاقيه ابيض شويه، ده اعتقد جنسيته صربي، بس كورته يعني لما بيستلم الكوره دايما ظهره للجول، وده عيب خطير جدا في المهاجم، المهاجم دايما يبقى وشه للمرمى او واقف بميل بحيث الكوره ما تتلعب له يقدر ان هو يخترق المدافع، انما هم كتنظيم في وسط الملعب او في خط الظهر ما عندهمش دي، انما عندهم يعملوا كثافه في خط ال 18 بتاعهم بحيث ان هم يمنعوا اي هدف. ومع ذلك احنا شفنا فريق الوداد الماتش الاولاني مضيع مش اقل من 20 جول، انفرادات كامله نتيجه الرعونه او نتيجه استهتار الله اعلم. الماتش الثاني احنا كلنا اتفرجنا عليه قبل ماتش الاهلي، حاجه انفرادات غير طبيعيه صحيح. فده معناه ايه؟ الانفرادات والاهداف الكتير قوي اللي ضاعت معناه ان هم تنظيميا في الدفاع قليلين. هي بتبقى ساعات المشكله برضو كابتن ان يعني لما يبقى الفريق مش هقول يعني مجهول، هو طبعا بالنسبه للمدربين والناس اللي يعني داخلين في صناعه كره القدم بيبقوا عارفين كويس قوي كل الفرق، بكلمك من وجهه نظر مشجع، لما بتيجي تلعب فريق معروف له اول من اخر، معروف له تاريخ، حاجه زي مثلا الوداد المغربي، الرجاء البيضاوي، الترجي التونسي، فرق انت تقدر تستنتج حجم قوتها وبالتالي تقدر تشتغل بناء على كده او على هذا الاساس، لكن لما يجي لك فريق زي مثلا كايزر تشيفز يمكن مش كل الناس عارفه خلفيه يعني خلفيه هذا الفريق، فده بيبقى مقلق شويه، يعني لما بتيجي تلعب فريق مجهول نسبيا ده بيبقى مقلق اكتر من لما بتيجي تلعب فريق انت عارف له اول من اخر وعارف له تاريخ واول مره يتاهل كمان لهذه البطوله. يعني هو بيبقى مقلق للناس اللي هي مش عارفه اللي هم الناس الطبيعيين المشجعين، بس برضه في مشجعين بيبقوا دارسين كل الفرق. ليه؟ لأن هو ما فيش حاجة اسمها دلوقتي فريق مجهول نتيجة العلم اللي احنا فيه. فأنا النهاردة موسيماني علشان يتفرج على كايزر بيعمل ايه؟ عنده الماتشات متسجلة ماتش واثنين وثلاثة علشان ما يبقاش في ماتش هما نص ونص، مباريات حديثة كمان نسبيا يعني. الماتشين بتوع الوداد هيحكم عليهم طبعا سمير عدلي وكل الناس اللي موجودين بيجيبوا له التاريخ بتاعه وبيجيبوا له آخر 4-5 ماتشات بيحطوهم له على الفيديو وبعدين بيحلل المحللين اللي مع موسيماني بيقولوا له بقى اللي بيعملوا المرتده ازاي، مين اللي بيمسك كوره، مين اللي سريع، مين اللي بطيء، مين اللي عنده نقطه الضعف فين. بالنسبه للمدير الفني مش مجهول، مفيش حاجه مجهوله لان كل حاجه متصوره. بالنسبه لي للجمهور العادي اللي هو يعني مش متابع دي بتبقى عمليه يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول بتبقى مجهوله، لكن هو يا اما يطلع فريق قوي جدا واحنا ما كناش عارفين كده، يا اما يطلع فريق على قده بدليل ان احنا عمرنا ما سمعنا عنه، ففي مساحه للاثنين. ما هو عندهم توفيق غير عادي، الوداد لا يمكن يتغلبهم فرقه زي دي، انا استحاله، خصوصا الوداد كان بيلعب حلو جدا قوي. الوداد فعلا لعب حلو، ده في كور جايه والجول فاضي وعاملها بدماغه فوق العرض والجول فاضي، ده في واحده في الشوط الاولاني اول 5 دقائق الراجل السردباك راح مديها للفيرود، الجول
بصهر الفرق الجول بتاعهم. في حاجات بتحصل في ايه؟ الجول بتاعهم اول خمس دقائق راح مديها للفرد بتاع الوداد كان مشهد، راح مباصيها تاني راح مديها له في ايده. يبقى مش مكتوب لهم يا كابتن؟ لا مش مكتوب، لا لا مكتوب لنا احنا طبعا مكتوب لنا احنا اللي بنعمل كايزر تشيفز في النهائي. برضه في حاجه برضه يعني ماتش الترجي الثاني اللي هنا، طبعا الراجل بالنسبه للتشكيل والتغييرات عمل حاجه يمكن الاداره حطها في اللائحه، ان بعد الجول الاولاني الجول الثاني والثالث والرابع بيبقى عليهم مكافئات ماليه. طبعا دي حاجه ما اللعيبه مش بتلعب علشان الحاجه الماديه، لكن احنا شفنا وانت بتلاعب الترجي انت جبت جول وبعدين الشوط الثاني عايز تجيب الثاني يعني الثالث والرابع وبعدين عايز تجيب تاني. لا واللي يضيع هدف بتلاقيه متضايق قوي انه الهدف ضاع منه زي ما حصل مع كهربا. هي دي بقى، هي دي النوعيه اللي احنا فعلا محتاجينها، واللي احنا وبرضه زي ما انا قلت لهواند وبقول لحضرتك انه في التشكيل وهو بيحطه بيبقى برضه اللعيبه مقتنعه انا نازل اعمل ايه؟ نازل اعمل استحواذ. انت شفت الاستحواذ الشوط الثاني؟ حاجه حاجه و60 67 او حاجه وهم على الرغم ان الدافع الاقوى ليهم ان هو عايز يعوض وعايز يصالح جمهوره. ده شفنا جمهوره عمل ايه قبل الماتش وعمل ايه في التمرين بعد الماتش، نزلوا وحاولوا يعتدوا على اللعيبه. طبعا ده يعني سلوك مرفوض طبعا تماما. انما شفنا التشكيل وبعدين شفنا التغييرات، التغييرات هجوميه ماهيش دفاعيه وفيها راحة لبعض اللاعبين. يعني لما يطلع أيمن أشرف معناه إيه؟ إن أنا أيمن أشرف أنا وصلت للمرحلة إن أنا أدخره الماتش اللي جاي ماتش بيراميدز. ديانج برضو عمل الجهد بتاعه خلاص، يبقى أنا بنزل وليد يبقى أنا كسبت وليد، كسبت كهربا، كسبت حسين الشحات. حسين الشحات بعد ما كان أساس ما عادوا بره مقتنع، مش قعدوا بره علشان يعني بينتقم منه، لا ده مقتنع انت، انا مقتنع بامكانياتك لكن لو تكرمت انا لما هنزلك لازم تبقى عندك الحميه والقدره انك انت. شفنا نزل وقد كان لما اول ما نزل جاب هدف جميل الحقيقه. لا ده انا شفت حسين اول مره اشوف بيزحلق وبيخش وبيقطع، بس عشان تمريره حلوه جدا كمان كانت من قفشه يعني بصراحه. ما هو طبعا لاعب في كده زي ما بيقولوا مزيكا خلينا نختار ما هي دي المتعه بقى، وده دايما الواحد اللي بالنادي بيها دايما. النادي الاهلي الفانيلا الحمراء حضرتك لابسها عايز اداء ونتيجه، بس لما نقول ان الضغط المباريات كل 48 ساعه بتروح محل بتروح سان داونز بتروح هنا. انت لعبت سان داونز اربع مرات في ست شهور. مين ده سان داونز؟ ده تيم قوي جدا بتلعب تحت فوق سطح البحر 2000 قدم، فيعني ضغط غير طبيعي. فطبعا انت يعني الشعار ده بيبقى مهم جدا وانت بتأدي، انك انت ادائك لازم يبقى فيه متعه. المتعه تيجي امتى؟ لما اكون انا واخد الراحه الكافيه بتاعتي. اتحاد الكوره كان ضغط علينا ضغطه قويه جدا واحنا تحملناها وخدنا قرار ان احنا هنلعب من غير لعيبه المنتخب الاولمبي علشان نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها ديت. لو ما خدناش القرار ده يعني الكابتن الخطيب مع كابتن سيد عبد الحفيظ مع موسيماني قرار مهم جدا انك انت تلعب من غير لعيبه المنتخب الاولمبي. انت عندك سته اساسيين، فلما تاخد القرار ده ليه؟ علشان تفك العقده او العنق الزجاجه اللي انت كنت فيه علشان توصل انك انت تكسب الترجي رايح جاي وتاخد ست ايام راحه. لو ما عملتش كده كان القرار هيبقى ايه؟ ما كنتش هتكسب الترجي وكنت هتخسر لا قدر الله. كان ممكن السيناريو يبقى فعلا عنق الزجاجه دي مش هنمر صحيح. منه صحيح. فاحنا الـ القرار ده قرار كان حكيم وسليم 100%، والقرار برضو مهم جدا واللي بحيي عليه رئيس النادي انه ما اشتكاش الترجي بعد الماتش، ما خدش قرار انه يشتكي الترجي بعد اللي حصل الاعمال الشغب اللي كانت هناك. كان وارد جدا ان اشتكي لا ده كان وارد جدا. انا بقى كان في رئيس تاني نادي تاني كان يقول لك ايه انا مش هلعب يعني ده في غاز وفي بتاع، لا انا فرقتي ما انزلش. احنا يعني بنتعامل باحترافيه في كل شيء الحمد لله حتى في المشاكل يعني، فده انت عارفه انا وانت في امر واضح. ده احنا في الرياضه بس برضه الرياضه فيها سياسه طبعا، يعني برضه انا مش هخسر الشعب التونسي والجمهور التونسي طبعا. ف
فانا لا هلعب، لان ده ما كانش الشعب التونسي، دي بعض اعمال يعني هنقول الفرديه اللي حصلت الغير طبعا حميده يعني. ما نقصد ما نقصد كده يعني، يعني انا اقصده الجمهور التونسي الحبيب اللي هم يعني اقرب الناس لينا بالظبط. في شك انه ان انا اولا ما اشتكيتش، لعبت المباراه في جو صعب جدا، حتى حساسيه يعني متبادله. احنا شفنا الشناوي الشماريخ نازله جوه الجول، طب مين يلعب في الجو ده؟ فطبعا السياسه حكيمه لرئيس النادي ولمجلس الاداره ان انا العب المباراه، وربنا كافئني عشان كده، ان انا ما حاولتش اعمل اثاره، ما حاولتش اعمل ضغوط. في احترافيه كانت باينه جدا حتى طبعا على اللعيبه يعني، ما شفناش حد متوتر، حتى ما كانش باين على وشهم اي توتر، كان في تركيز في الماتش، دي حاجه حقيقيه. فاضل 3 دقائق، فعايز انا وكريم برضو نروح مع حضرتك للدوري، لان احنا عندنا خلاص يوم الخميس ماتش مع بيراميدز. هل من وجهه نظر برضو كابتن عادل ان احنا دلوقتي ممكن نشرك مثلا بعض اللعيبه الاخرى علشان هي يعني اللعيبه الجداد يعني او لعيبه جديده، علشان نقدر ان احنا نريح مثلا اللعيبه الاساسيه؟ خليني اعرف من حضرتك. طيب هو هاني كان اساسي ولا كان احتياطي؟ لا محمد هاني آه. لا ما كانش موجود في الماتش ده بس اساسي. انما هو اساسي بقى. طب فلما هاني يرجع اساسي. محمود وحيد كان بيلعب فتره، علي معلول كان شهرين او اربع شهور كان مصاب. فكل ما كل اللي بيعمله موسيماني ان انا كل اللعيب عندي بالنسبه لي تشارك كلهم اساسيين، مفيش احتياطي. ايوه صحيح، يعني الجمله دي انا بلغيها من القاموس بتاعي. ليه؟ لان انا في ديانج، في حمدي، في السولي. لا اقصد زياده أكرم المشاركه يعني، ده اللي انا اقصده، زج بيهم اكتر. تدوير يعني كهرباء، يعني عمليه تدوير اللاعبين يعني. الاجيه لما بعد ليه؟ لانه كان مصاب. لما رجع نزله، وحتى في الماتشات اللي قبل كده كان او هو سليم كان بيلعبه على طول، عقبه شويه علشان كان الوزن بتاعه زاد شويه. الرامي ابتدى يرجع، رامي ربيع بالظبط. فانت مفيش حد حتى اكرم توفيق شريف يعني مالى تماما فكره غياب محمد هاني الفتره. في الحقيقه برضو يعني هو ناجح موسيماني في عمليه التدريب، وبرضو اللعيبه على قدر المسؤوليه. والله يا كريم انا قلت اكرم توفيق هيبقى احمد فتحي خليفه احمد فتحي، لانه الولد ده انا متنبئ له في المكان ده هيبقى منتخب مصر ان شاء الله، لانه فعلا بيمتلك كل جدارك الحقيقه الفتره الاخيره. والفراوده نفس القصه، الاطراف حسين رجع مستواه، كل الفريق بصراحه بنتكلم 30 لاعب لما بياخد فرصه بيأدي، ولازم الفرصه يتم استغلالها صح، لان الفرصه عملية ما بتيجي دي هيعملها هو هيعملها اكيد. هي بس زي ما حضرتك قلت في الاول، ماتش يوم 11 بنبعت رساله من برنامج بتاعكم، نتمنى ويا ريت انا هوند بس الاخ احمد مجاهد علشان خاطرك يأجل لنا المباراة. عشان خاطر أنا حاضر. خاطرك النادي الأهلي أصلاً. يعني يأجل لنا الماتش ده هي يا مسهل يا مسهل، حاجة نستحقها مشرفة جداً إن أنا نبض الناس في الشارع أهلاوي وزملكاوي وكل الفئات، إن أنا البطولة الأفريقية اللي جاية دي توصلني كأس عالم أندية تاني. المردود الأدبي والمادي اللي هيبقى مردود على النادي الأهلي وعلى الشعب المصري مردود كبير جداً، وسمعة ويبقى اول نادي في العالم، وتاكيد لمكانه النادي كمان. كم صحيح مره توصل نهائي كاس عالم انديه تبقى حاجه مشرفه جدا. ربنا يسمع منك يا كابتن عادل ان شاء الله. نورتنا كالعاده، نورك يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا ليك كابتن عادل. شكرا. وكده الحلقه خلصت، نشوفكم ان شاء الله وحلقه جديده بكره انا وكريم و10 الصبح في الاهلي.